جاسي صباح الخير. الأجواء عندك، أنا عارف إنه في أكتر من تجمع لأكتر من مجموعة، وكان في اتفاق على نقابة المهن التمثيلية أيضا، ونجوم كتير موجودين عندك. أستاذ إيهاب، برحب بحضرتك وبرحب بزمايلي خلف الكاميرات، أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة ميسات في كل مكان، برحب بحضراتكم من أحد شوارع مصر وتحديدا بشارع النصر عند المنصة، واستجابة واسعة لدعوة الرئيس السيسي بمظاهرات تضامنية حاشدة للوقف مع الشعب الفلسطيني وإعلان المساندة لهم، ورفض الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال، وإعلان أن شعب مصر متضامن مع شعب فلسطين. واليوم مظاهرات أمام العالم كله لرفض هذه الممارسات العنيفة ضد أهالي غزة. هيكون معايا ومع حضرتك دلوقتي أستاذ عربي والي، مهندس زراعة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا، بتشرف وبرحب بحضرتك معانا في قناة ميساء. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. كنت حابة أسأل حضرتك، إيه الرسالة اللي حضرتك حابب توصلها لينا النهاردة من خلال نزولك؟ إحنا متضامنين مع شعب غزة وشعب فلسطين. فلسطين قضية العرب وقضية مصر الأولى منذ بدايتها، وبفوض الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم تجاه القضية الفلسطينية، وبرفض مبدأ تهجير أهل غزة لسيناء. بشكر حضرتك جدا يا فندم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم على الهواء مباشرة لحظة بلحظة من شارع النصر، والآن عودة إلى الاستوديو وإلى حضرتك أستاذ إيهاب. بشكرك يا جاسي. جاسي مدحت، واضح انه ده المكان، يعني الناس راحت المنصة بدري جدا، احنا شايفين من قبل ما نبتدي مع حضرتك انه المكان ده لانه مكان رمز، يعني منصة اللي فيها قبر انور السادات وفيها قبر الجندي المجهول، وفيها اصبحت هي الرمز لتكريم شهداء الجيش المصري، والشعب لا ينسى ابدا شهدائه. يعني بالفعل المنطقة هناك ليها، عايز اقول ايه، روح خاصه موجوده في المنطقه. صحيح. هناك صحيح. فالواحد حتى يعني اعتقد ده كلنا، مش انا بس، احنا لما بنعدي حتى بالعربيه ولا صحيح. حاجه صحيح.